يا مساء الخير مرة تانية لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقة اليوم من 24 جيرات. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع ترند واللي القضية مهمة جدا، ويا ريت كل الناس تتابع، واكيد هننتظر الاراء وتعليقات على البوست الخاص بالترويج عن الفكرة بتاعت اليوم اللي هو في ترند. بنتكلم عن قضية جدا مهمة وهي التحديات اللي قاعدة تواجه كلية الموسيقى والدراما. مستعدين جدا يكون معنا واحد من تجمع طلاب كلية الموسيقى والدراما، حمزة آدم. اهلا وسهلا بك ومساء الخير. شكرا لك وشكرا السودانيات 24 اللي تحت الفرصة في إنها تكون بعد الثورة، يعني بقى شكل واضح يعني بتاع الإعلام إنه متوجه للقضايا العامة والقضايا الطلابية. دي حاجة داعمة بالنسبة لنا. تمام، يعني السودان 24 اللي تحت الفرصة. أهلا وسهلا بك، وإحنا سعيدين أكثر بوجودك معنا أكيد بكل المعلومات اللي أنت هتذكرها حول التجمع وكمان حول التحديات الخاصة بكم ككلية الموسيقى والدراما. لكن بداية نرجع لورا كده عن تاريخ كلية الموسيقى والدراما. معروف إنه هو تاريخ جدا عريق وخرج مجموعة من الشخصيات والأجيال اللي هي أثرت كل المحتويات الفنية أكيد في السودان والبحيرة، دي بصمة واضحة جدا كده. معاك نعرف أنت إحساسك كواحد من طلاب الكلية. في سرد تاريخي عنده علاقه بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح اللي هو ده تاريخ الكليه. في قمه الزهاره في الزمن ده كانت المعهد العالي للموسيقى والمسرح وانشاء من 1969. التحديات اللي احنا قاعدين نواجهها عندها ارتباط بانه الفنون عموما في السودان وفي العالم هي لغه مشتركه عندها، يعني الموسيقى او الدراما هي لغه مشتركه قاعده تكون نفس الحاجات اللي بتتدرس في العالم في كل البلدان في كل الحاجات اللي عندها علاقه بالفنون، هي نفس اللغه هي نفس الحاجات اللي بنستخدمها. بتشكل لك الوجدان بتاع الشعب السوداني، هي الحاجه الوحيده اللي بتكون مباشره اللي عندها قدره بتاعتها تقدم رساله بشكل مباشر للمجتمع. هي الحاجه برضه بشكل مباشر انها عندها قدره بتاعت ترفع نسبه الوعي في الحته المحدده دي، وممكن تكون سلاح ذو حدين، ممكن تقدر تستخدمه في انك تطور البلد، وكيف تقدر تخلي الحاجه دي توجهها بشكل كويس في انها تخلق لك مجتمع سليم ومعافى. والحاجه الثانيه اللي حصلت في 30 سنه اللي فاتت دي اللي هو استخدمت الفنون في حاجات ما حتت يعني تحديدا في كليه الموسيقى والدراما. من زمان كانت الدراسه قاعده تتم بنفس المنهج العالم القاعد عبر الكوريين الاساتذه اللي كانوا قاعدين، وشنو خرجت اساتذه كويسين جدا اليوم، كل التحياسي منهم العايش ومنهم المشي لرحمه ربنا، منهم الاستاذ ابو عركي، من الناس اللي عايشين والناس اللي هسه قاعدين وقاعد يكون دوره واضح جدا في تكوين الوجدان بتاع الشعب السوداني، منهم مصطفى سيد احمد، منهم الاستاذ محمد وردي، وكثير يعني ما اظن المساحه اننا طيب لو قلنا لا نتكلم عنهم. ما في مشكله حمزه، لكن يعني طب انت بتتكلم عن رؤيه جدا جميله، بتتكلم عن حاجه مجتمعيه وعن دور مهم جدا قاعده تلعب الدراما في حياتنا، منها توجيه، منها تعريف، منها تثقيف وغيره، حتى كمان من الادوار، حتى الجانب بتاع الموسيقى اللي هي تنشر البهجه والمحبه، وكمان بتقول كلام سمح جدا عنده علاقه مثلا بسلام وبنشر برضه بتاع الرسائل عنده علاقه حتى بمحبه الوطن. قاعده تكون في مناهج بتوازن الرؤى الجميله دي حاليا؟ يعني الخلل الكبير الحالي أسي عنده ارتباط الحاجه دي ب 30 سنه لورا. النظام المؤتمر الوطني، انا قبل لما قلت لك انه في انت ممكن توجهها لحاجه كويسه وممكن توجهها لحاجه كعبه. نظام المؤتمر الوطني في ال 30 سنه لورا دي المعهد العالي للموسيقى والمسرح ده كان مستهدف بشكل مباشر. الاستهداف بتاعه واصل لمرحله بتاع التجفيف، وبالنسبه لنا لحد أسي يعني في بغايا بتاعت انه الحاجه دي ماشيه لانها تمشي بنفس المسار اللي كانت ماشيه فيه في الفتره اللي فاتت. الصوره الجميله اللي ممكن يكون لزول بعائله للفنان او للموسيقي او لزول ممكن يكون قادر يقدم قيمه كويسه للمجتمع وقادر يقدم رساله، هي مربوطه بانه زول يكون عنده مبدا. لكن لما انت تحول الحاجه دي لانك دار تخدم بها حاجتك او لا، دي اللي حصلت في الفتره اللي فاتت بتاعت ال 30 سنه دي، وما زالت افرازاتها قاعده تاثر على الطالب بتاع الكليه. على مستوى المنهج الكليه القبيله اللي قلت لك المنهج العالمي ده، في فتره من الفترات كانت الكليه دي قاعد يوصلوا الناس انه انت مثلا لو استاذ او طالب، انت عندك الطالب عندك دورات بتاخذها ببرتقالات عالميه متفقه مع الاتحاد الاوروبي، ممنوع الحتات البر السفارات والدول الخارجيه، بعثات مشتركه بين كليات ثانيه خارجيه، وكان جد في دور حقيقي قاعد تقدر تقوم به الكليه كويس على مستوى العالم وتمثيل السودان كله يعني في الحاجه دي. في الشرق الاوسط دي الكليه الوحيده اللي اسمها كليه الموسيقى والدراما، بس في الشرق الاوسط كله ما في حاجه اسمها كليه الموسيقى والدراما. Okay. الخلل الكبير ده سببه الاساسي هم الناس اللي كانوا قاعدين على مستوى الحكم في الفتره ديك وكيفيه استخدامهم وادارتهم للفنون.
المنهج القاعد على مستوى الكلية أسي فيه خلل كبير شديد، عنده ارتباط بأنه أنت بتدرس في حاجة، أنا بطلع برا عشان أنا بعد ذاك أقدر أقدم لك الحاجة اللي أنا درستها دي وفهمتها عشان أقدر أوصل للمجتمع بشكل كويس، وأقدر أساعد في أنه يا أخي أنا جد قاعد أكون وسيلة بتاع التغيير وأدبت على التغيير حقيقية في المجتمع وأدبت على التطور وبتاع وعي للشعوب كويس. ده ما قاعد يحصل أسي لأنه في خلل من البداية بتاع منهج قاعد يدرس. المنهج زمان كان قاعد في الكلية منهج بتاع كورين، منهج محترم جدا، المادة اللي فيه مادة محترمة، الزول قاعد يقدم لك في المادة هو زول مؤهل لأنه بشكل حقيقي قادر يوصلك انت للمجتمع بشكل بتاع فنان حقيقي. طيب يعني حمزه، انت خلال الوضع السياسي اللي كان في الفتره السابقه هو طبعا اثر على الكليه، اثر على مستوى الطلبه، اثر حتى على مستوى المنهج زي ما انت وضحته وذكرته، فعشان كده قام جد تجمع طلاب كليه الموسيقى والدراما عشان يوجد حلول وعشان يشوف معالجات وعشان ما يوصل كل الايجابيه دي ويرجع حتى لو كان سيره المعهد القديم او تفاصيله حتى مستقبليا يعني يعمل حاجه. فانتوا احكي لي عن الفكره بتاعت التجمع. طيب وشنو التوجهات اللي انتم شغالين عليها؟ طيب تجمع يعني. تجمع طلاب كليه الموسيقى والدراما، انا المسؤوليه فيه السكرتير العام بتاع التجمع ده. التجمع ده فرضته ظروف ثوريه قاعده في البلد من الفتره دي. السبب الاساسي اللي خلت انه يكون في تجمعات برا كان في نداء لتجمع المهنيين انه احنا محتاجين لانه كل الاجسام تتحول لاشكال نقابيه والاشكال بتاعت الاتحاد تقدر تنادي بحقوقها وتقدر تكون منظمه باعتبار انه احنا في مرحله بتاع التغيير بتاع ثوره، والكلام ده في 12 في شهر يناير 2019 يعني قبل الثوره ذاته ما تكون وصلت لاوجه يعني. الحصل انه احنا قلنا قعدنا برانا كطلبه قلنا احنا دارين نعمل تجمع بتاع طلاب كليه الموسيقى والدراما قبل التجمعات الثانيه، حتى قبل التجمعات المهنيه اللي قاعده برا بتاعت الموسيقيين. كونا التجمع ده اول ما طالبنا قلنا يا اخي احنا بما انه في تغيير على مستوى الدوله احنا بهمنا، لانه الدور الكبير اللي بيقوم به الفنان في المجتمع ما سهل تماما، ما اظن لا يكون في ناس ثانيه بتقدر تقوم به بنفس الحاجه احنا ممكن نقدر نعملها. احنا مفترض نبدا التغيير من حتتنا احنا قاعدين فيها ذاتها. عملنا التجمع ده كوناه وعملنا مكتب اكاديمي، المكتب الاكاديمي ده مهمته الاساسيه السير الاكاديمي في الدراسه وفي تفاصيله وفي حياته، في مكتب ثقافي هو مهمته الاساسيه يقدم يعني الطالب ذاته اللي بيجيك من سنه اولى المنتاليتي بتاعته هي يعني في التربيه بتاع ذاته بتاعت ال 30 سنه دي بتاعت المؤتمر الوطني دي، انت محتاج لانك تعمل له اعاده صياغه يعني لانه هو جاي عشان يبقى فنان عشان يطلع برا عنده مبدا وقاعد يقدم رساله للمجتمع. عملنا مكتب ثقافي بصدد الحاجه دي انه المفروض يكون عنده قدره بتاعت معالجه المشاكل اللي ممكن تكون كلها قاعده احنا شايفينها برا في المجتمع. عملنا مكتب اعلامي لانه يكون يقدر يوصل الحاجات الاعلاميه للمجتمع وللعامة وللطلبة بتاعنا الكلية وللحتات اللي ممكن نكون دارين خاطبة يعني. جميل. طب ده واحد من الحالات انتم شغالين عليها يعني. طب احنا عايزين ندي مساحة ونعرف شنو الأسباب الحقيقية اللي انتم قمتوا من أجلها كمعالجات أو مشكلات أو تحديات، منا البيئة داخل الحرم الجامعة، منا التحديات بتواجهكم انتم نفسكم كطلبة. أنا عارفة أن الفنان بيحتاج لجو رايق، لمكان يقدر يستلهم منه عشان ما هو يوصل إبداعه ده، لمكان حتى ما بعد الجامعة أنت تقدر زي ما قبل ذكرتها اللي أنت قريته واللي أنت تعلمته تخدم به وتفيد به ومجتمعك. بنعرف معك بس شنو المشكلات. طيب المشكلات دي أنا قلت لك عندها ارتباط بأنه مثلا نبدأ بالمشكلات الأكاديمية لأنه دي الأولى. المشكلات طيب. الأكاديمية دي عندها ارتباط بأنه التعيين قاعد يتم في الفترة بتاعت المؤتمر الوطني كلها في الفترة اللي فاتت قاعد يتم بناء على ولاءك للمؤتمر الوطني. في الفنون تحديدا دي حاجة ما بتخدم لأنه أنا لما أنت تجيب لي أستاذ هو ما عنده المادة الكافية اللي بيقدر يدرسني بها أنا كطالب، دي فنون. الزول أساسا أنت بتقدم في لجنة بتاعت قبول بتجيبك للكلية، في لجنة بتاعت تجعيب بتوصلك لأنك أنت جيت عشان تجي تدرس في الكلية دي. لجنة التجعيب دي بتجي تعرف أنه أنت هل فعلا عندك الحس ده قاعد جواك ولا لا، ما زي التخصصات الثانية من البدايه يعني. بعد ما يقبلك القبول مفترض انك انت ما مسوي في الشروط بتاعت انك انت تجي تدرس في الكليه لا بتنفع في الموسيقى والدراما في التخصصات كلها جوا التشجيع والشعب، انت المفروض ترجع تقوم تحاول تشوف تقرا حاجه ثانيه. فيها اختبارات عشان انت ذاتك بعد ذاك تمشي للمرحله اللي بعدها بتاعت انك انت تتشعب شنو جوا الكليه. في اختبارات اوليه يعني لو انت دار تقرا موسيقى او دراما لما نجي القى انه يا اخي في من الاصافه القاعد اذا وجد يعني اذا توفر في مشكله بتاعت نقص بتاع اساسه واضحه اصلا بس في مشكله بتاعت نقص بتاع معينات دراسه. احنا معينات دراستنا يمكن تكون غاليه شديد لكن بالضروره تكون قاعده متوفره لانه اي زول ممكن يبقى
طبيب، ممكن يبقى مهندس، ممكن يبقى شنو، ممكن يبقى حاجات القاعده كلها، لكن ما يزول ممكن يبقى فنان. الفنان ده هو انت عندك قدره بتاعت فعلا صح فنان من البدايه ولا لا؟ فدي معينات دراستنا يعني عندها علاقه بالبيانوات بالالات بالمسرح، بانه مثلا لو في بالنسبه لنا الدراما المفروض يكون في خشبه بتاعت مسرح قاعده في الحتات اللي بيبرروها في حياتهم. احنا ناس موسيقى، ما انا مثلا محتاج لانه انا حمزه ده عندي مود قاعد اتمرن الساعه 3 صباحا، انا تخصص صوتي بيانو، بكون قاعد اتمرن الساعه 3 صباحا الساعه 2 صباحا، محتاج معناته لشكل مختلف. جامعه السودان عندها مشكله في انها تعالى الكليه وتعالى خصوصيه الكليه، رغم انه بقانون المؤتمر الوطني اللي قاعد ذاته بتاع 94 المعدل ل 2014 في حاجه اسمها التخصصات النادره، انك انت جبت لك تخصص ضميته عليك وانت ما فاهم خصوصيه المجال دي عامله كيف، ما فاهم يعني شنو انه زول ده قاعد يقرا فنون. انا امتحاني مكشوف من اول سنه، انا من ما اجي بكون عارف انه دي الماده اللي انا حامتحن عليها. يعني لو ما انا المستوى بتاعي كويس، انا ما داري اقول كلام نرجسي، لكن انت بتكون عارف انت بتكون المستوى بتاعك الاكاديمي شنو. المعدل بتاعنا 3.36 من 4، كويس، يعني معناه عارف انا المستوى بتاعي الاكاديمي شنو. لما انا دي يكون الماده بتاعتي من بدايه السنه دي، انا حامتحن عليها في السيمستر الجاي ده، في السيمستر ده الخلل بيبقى من الاستاذ اللي عنده قدره بتاعت انه هل قادر يملكني الماده دي بشكل كويس ولا لا. النسبه الاكبر بتاعتي انا انه انا حمشي اتمرن على الحاجه دي وحاعمل شنو، معناته في خصوصيه بتاعت مجال مختلفه عن الحاجات الثانيه. تمام. كذلك على مستوى الدراما، انت عندك نصوص وعندك حيات وعندك مسرحيات انت حتكون قاعد شغال عليها، ده غير الجوانب النظريه وغير المواد النظريه، احنا بنتكلم بس عن ماده التخصص السي. كويس. لما يكون الاستاذ بتاعك هو ما مؤهل لانه يوصل لك الماده بشكل كبير، يا اما لحاجتين، السبب ده عنده علاقه بالتعيينات اللي قلنا بتاعت المؤتمر الوطني، يا اما الاستاذ ده هو المواد اللي في راسه اصلا ضعيفه وده محتاج لتاهيل عشان يجي يدرسنا عشان انا ابقى افهم منه حاجه واقدر استفيد فعلا واطلع انا ذاتي استفدت بحاجه اكاديميه اقدر اقدمها للمجتمع. يا اما الاستاذ هو ما داري يخلي يكون في مساواه بينه وبينه كاستاذ، باعتبار انه انت لو الليله انا ما يعني في حاجه انا بتمرن وانت بتتمرن، دي فنون عكس المجالات الثانيه خالص. انا يمكن اكون صوتي سامح اسمح منك انت بتدرسني عادي، كويس، انا ممكن اكون يعني الحاجات اللي هنا كثيره شديد الامثله، يعني دي مواهب ربانيه الواحد بيكون عنده شغف تجاهها فبقوم بتجي تلقى انه الاستاذ القاعد هسه زمان كان في بعثات قاعد يدرسوا بقى يودوها الاستاذه، الاستاذ بيمشي بيقعد برا بيمشي يشوف المجتمعات الثانيه قاعد يعملوا شنو، قاعد يتطوروا بياتوا شكل وبيمشي بياخذ ورش تدريبيه على اساس انه يدرس. ده هسه توقف الطالب. ولا ما واقف ما شغال. اوكي. والتعيين هم ذاتهم الاساتذه اللي قاعدين ديل ذاتهم هم ديل من الناس اللي كانوا ساهموا في انه المعهد يجفف باعتبار الفكره بتاعت الاسلاميين. يعني مدير الجامعه اللي فات اللي اسمه راشد كان جا الكليه وقال يا اخي الحاجه دي حرام انا ما بقدر اقعد اخش، انت مدير بتاع مؤسسه حكوميه حلال او حرام دي مبدئيا كده دي ما عندها علاقه بك انت بشكل شخصي، النازل ما قالوا لك تعال بيتنا دي كليه قال الحاجه دي حرام انا ما بقدر، دي من الحاجات اللي ممكن تكون ساهم في انه يعني بشكل مباشر الحته دي تتجفف. الكليه دي كان فيها 45 تخصص اتجففت ل 15 تخصص ومعناتها لحد هسه الموضوع مستمر. كويس. طب انتوا جيتوا عشان توجدوا حلول وتوجدوا معالجات لمشكلات انتوا اكثر ناس ممكن تكونوا حاسينها كطلاب داخل كليه الموسيقى والدراما، جزء منها طبعا بيبقى انه هو في معالجات على مستوى القوانين واللوائح اللي بتبقى هي عندها علاقه على مستوى اختيار الطلبه، على مستوى اختيار الاساتذه، على فكره الامتحان، فكره انت كيف تاخذ الجمال ده عشان ما تقدر تعكسه على فنك على سواء كان في الموسيقى او حتى كان الدراما. هل ساهمتوا في ده ان انت اخذتوا قوانين ولوائح عندها علاقه مثلا ب داخل الجامعه، انتوا كتبتوا مثلا توصيات ووجهتوها لي؟ عايز اعرف طيب حصل ده شو؟ احنا قعدنا مع اداره الجامعه، ما هي زعله صح؟ أيوة. فوريني عملتوا شنو بعدها. كويس. احنا قعدنا مع اداره الجامعه مرتين الحاليه قبل سنه الحاليه اي بعد الثوره. احنا بالنسبه لنا اللي فاتت ما كنا المفروض اصلا ما قعدنا نلاقيهم، بيفتكروا انه هم ما الناس المفروض يزول يقعد معاهم يعني في الدنيا. بعد ما تغيرت الثوره قلنا يا اخي اوكي في تغيير على الدوله على مستوى الدوله بشكل كامل. قعدنا مع اداره الجامعه اقترحنا لها كل الاشكالات بتاعتنا بما فيها عدم فهم الكليه على فهم الجامعه لكليه الموسيقى والدراما والفنون بشكل مباشر، انكم انتم ما قادرين تفهموا خصوصيه المجالات دي، انكم علاجات للحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي. يعني انا ممكن اشوف لي استاذ يجيني من كليه ثانيه عشان يدرس لي طب او يدرس لي هندسه او يدرس لي بيطره. الجامعه رؤيتها انه الكليه دي ما قاعده تدخل المجتمع ما الا يكون كله فنانين، مش واحنا مستهدفين فنانين ما قاعد تدخل، فبالتالي بتكون اخر اولويات الكليه دي. في نفس الوقت اي سفاره قاعد تيجي السودان اي ناس بيفتكروا انه يا اخي لو في حته هم محتاجين لانه يمشي يقعدوا فيها او يشوفوها او يشوفوا التفاصيل اللي حاصله فيها وممكن تعكس لهم السودان بشكل كامل، هي كليه الموسيقى والدراما وكليه الفنون الكليتين ديل. الجامعه قاعد تشوف دي اخر اولويات لانها قاعد تتعامل، احنا بالنسبه لنا ده تسليع بتاع تعليم. لما اديك الاساسيات بتاعت الحياه
انه انا عندي مشكله بتاعت مويه، عندي مشكله بتاعت مراحيض، عندي مشكله بتاعت انه استراحات، عندي مشكله بتاعت الات، عندي دي اساسيات انه في كليه بيئه مهم بيئه جامعيه ما في. انت معناتها لو انت ما قادر تحل لي الحاجات دي في خلل. احنا قلنا لهم في حالات انتم ما قادرين ممكن ترجعون للمعهد العالي للموسيقى والمسرح بيكون افضل لنا. في فرق بين انه في زول ساعي لانه يحل يعني بوريك انه في حاجات طيب اساسيه بسيطه استجابه وللحظه بتاعت لغه حوار او قاعد يدار نقاش حاليا صح؟ في استجابه وحاسين انه ممكن يكون افضل. لا السنه ما في استجابه في السنه اللي فاتت دي. كان العميد زاد العميد الجو بعد الثوره طوالي اللي اسمه عادل حربي ده كان العميد بتاع الكليه. العميد ده ما بالنسبه لنا لما نيجي نقعد وانت تقول لنا اوكي حتحصل تغييرات حتحصل حلول وما نلقى في حاجه كويس. حتى الجامعه احنا بالنسبه لنا بتتعامل معانا كمكب بتاع نفايات لانه انت بتجيب لنا زول انصار سنه في كليه بتاعت موسيقى ودراما امين كليه يعني ده زول احنا المفروض نكون مباشرين معه في حياتنا. انت ليه قدرت تخلي يكون في صراع بين الطالب والعامل؟ ليه اصلا من البدايه ما في خريجين بتاعين كليه وقاعدين عطاله افتح لهم فرصه؟ تعال خلي شوف لو لقيت انه ما في زول من خريجين الكليه ذاتهم قال لك انا بشتغل. ارتباطنا احنا بكليتنا غير الارتباط اي زول ثاني بحتته. احنا بنفتكر انه الكليه يعني مثلا الحملات بتاعت حنبنيه الجداريات الصوره اللي احنا قاعد اي حاجه ممكن زول يشوفه مظهر كويس في الكليه عملوا تجمع طلاب ده بجهودنا الشخصي من جيبنا بندفع بنشيل بنمشي نلفلف للحتات للمؤسسات انه احنا دايرين ننظف كليتنا دايرين نعمل كليتنا محتاجين منكم دعم. والى الان يعني ليه انا وجيت الحلقه دي احنا شغالين في المسائل بتاعت النظافه دي. العميد الجديد ده ذاته عشان مثلا الناس تكون عارفه انه احنا بجد جد دايرين نعالج ما قاعد نفتش لمشاكل احنا نفتش لحلول. قعدنا مع ومس في اجتماع مباشر وقلنا له يا اخي احنا حنقعد وحنكسر اعتصامنا الاسي قاعد ده باعتبار انه انت عميد جديد وباعتبار انه يا اخي انت جزء من التغيير بالنسبه لنا وانت بتدعي للحاجات للمشاكل بتاعتنا دي بنفس العين اللي بيدعي لها احنا حنديك فتره بتاعت اسبوع حنكسر الاعتصام. العمال اللي قاعدين في الكليه 16 عامل كانوا قبل يعني بعد الثوره اسي بقوا خمسه عمال معناته يعني فعلا الجامعه هي بدل تعالج احنا كل ما نقعد معاها احنا قاعدين نحس بانه الكليه دي هي ماشيه لنا تتجفف فعلا. الخمسه عمال ديل احنا ارتباطنا معاهم ارتباط يعني بتاع اسره عديل والكل مكون الكليه قاعد يتعامل بالشكل ده. قلنا له يا اخي الناس ديل عشان ما يمشي يخش في الغبار ده الليل لانه كثير شديد حننظف نحن ذاتنا الطلبه وحنكون اليوم ده كله بتاع نظافه من الاسبوع الجاي من اول يوم في الاسبوع الجاي من يوم السبت الدراسه حتكون مستمره لمده اسبوع. شفنا انه في تغيير اوكي ما شفنا فيه انه في تغيير حنرجع لاعتصامنا وحنكون مواصلين في تصعيدنا الاعلامي الى ان نقدر نوصل لحقوقنا. وده حق يعني بفترض انه لجنه ازاله التمكين في الفتره اللي فاتت دي الجامعه عندها لجنه ازاله التمكين وعندها لجنه مصغره في كليه الموسيقى والدراما كان المفروض تشوف حياتها الحقيقيه. لحد هسه في الهرم الاداري القانون بتاع ازاله التمكين اظن ليه واضح يعني لحد هسه في الهرم الاداري في ناس قاعدين عندهم ارتباط بالمؤتمر الوطني في ناس ضروا طلبه قاعدين في الكليه لحد هسه ضروا منهم طلبه في الفتره بتاعت المؤتمر الوطني بشكل مباشر وهم لحد هسه قاعدين في حته بتاعت شلطه يعني ممكن يكون في زول مسجل زي مجاهد عياج ده كان مدرس زول اسمه محمد عياج. عياج ده من الناس الداعم لانفصال الجنوب الداعم لحد هسه كويس ده كان استاذ بتاع التخصص وهو في الحقيقه ما درس صوت بيانو يعني انا بفترض انه انا افضل منه في الحاجه دي وانا بقدر ادرس احسن منه وانا طالب. هو زول درس فلوت ما نجح في الحاجه دي لانه مجاهد ده قريبه جابوا عينه. يعني حمزه احنا معانا يعني ماده فيها استطلاع لمجموعه برضه من طلاب كليه الموسيقى والدراما هنرجع ونتكلم عن انه دائما اي انسان فنان بيكون عنده اسلوب عشان يعبر عن حياته ووصلها باسلوب زي ما بقولوا جدا بيكون عميق وفي نفس الوقت هي رساله قادره توصل. تعال نشوف مجموعه من الطلبه قدموا استطلاعات ونجي مره ثانيه. تمام. الاسم ايمن اسماعيل عيسى ادم طالب في كليه الموسيقى والدراما قسم الدراما المستوى الثاني شعبة التمثيل والإخراج. أولا نحن كطلاب أو كفنانين بالأحرى في مشاكل كثيرة قاعدة تواجهنا نحن في الجامعة دي. أولا البيئة الجامعية دي بيئة ردية جدا جدا يعني نحن كفنانين أول حاجة الحمامات دي ما حمامات بتليق بينا أصلا. الوضع الأكاديمي وضع زفت شديد. ثانيا بنواجه مشكلة طويلة عشان نحن شغالين ناس مسرح شغالين في إغاعات ما شغالين في مسرح أصلا. فاطمة محمد عبد الله إبراهيم جامعة السود على العلوم والتكنولوجيا كلية الموسيقى والدراما التخصص موسيقى المستوى الأول تخصص عالة الجيتار. البيئة بتاعتنا ما بتقدر واحد معاها أصلا لأنه حتتنا وسخانة شديد بيكون صراحة للأسف حتى إن إحنا في الاستراحة حتى في البنات بنعاني شديد ما فينا نقول على استراحة من الأساس يعني فيها حاجات أنا كبير يعني لما أكون عايزة أرتاح خمس دقايق ما أقدر أقعد فيها أصلا. أنا الطالب فاطمة محمد عبد الله من جامعة السودان كلية الموسيقى والدراما قسم الموسيقى تخصص عالة الشيء. نعاني من نقص في الأساتذة ونقص في المواد
الدراسه والمدرسه كتدريس. يعني مرات بننزل امتحاناتنا اصلا ونحن ما خلصنا بعد كل الكورسات المفترض لنا اللي هو 14 سمستر 14 محاضره، بننزل محاضرات ونحن ما كملنا الامتحانات وما كملنا بعد المحاضرات. كانت مجموعة من الآراء والاستطلاعات أكيد تابعنا معكم من طلبة كلية الموسيقى والدراما. حمزة، يعني شفنا مجموعة من المشكلات، وأنت يمكن أمنوا حتى على كلامك وعلى الحالات ممكن تكون جدا كانت واضحة ليكم يعني داخل الكلية، وذكرت أنه في مجموعة من المعالجات. الآن الوضع شنو؟ يعني ما بعد الاحتجاج اللي أنتم كنتوا عاملينه وكسرتوه، وفي شنو هسه حاصل جديد عشان نعرف بس الموقف واصل وين؟ احنا بالنسبه لنا كل المطالب بتاعتنا دي مطالب ما بتتجزا طبعا. لكن في حاجات ايرجنت يعني ما دار لنا الضر عشان زول يشوفها. لو الحاجات دي بالعميد الجديد بالتغيير الاداري الجديد، اداره الجامعه بتفتكر انه الخلل دخل الاداري. اذا باداره الكليه الجديده كويس او بالاحرى بالعميد الجديد في تغييرات حاصله على مستوى الحاجات الاساسيه، اساسيات الحياه الجامعيه او البيئه الجامعيه فيها تغييرات. بالنسبه لنا ممكن بعد ذاك نحاول ذاتنا ندعم في التغيير اللي ممكن يحصل، وفي الحياة اللي احنا ممكن نقدر نعملها برانا كطلبة، في المساهمات اللي احنا ممكن نقدر نفتشها عبر الجهود بتاعتنا. احنا طلبة لكن قاعدين نشتغل لحد هسه شغالين برا فنون، يعني عندنا قدرة بتاعت ندعم بعد ذاك. لكن لو حسينا بانه ما في حاجة قاعدة تتغير احنا بنناشد اول حاجة انه إذا التمكين تعال للحتات الأساسية اللي ممكن تعمل لها شنو. يعني انت شلت لك عقارات كثيرة شديد من الدولة دي، ارجع للحتات اللي اتظلمت، المعهد ده من الحتات اللي اتظلمت شديد. يعني في الفترة بتاعت كان معهد كان الحتة دي في شنبات حتته في شنبات، طلعوا العفش بتاعهم برا، في آلات أكثر من 25,000 دولار باظت بسبب المطر بسبب شنو. دي حتة أنا مفروض طوالي هسه أنا يكون بالنسبة لي أولوية، أنا أشوف لهم مكان كويس يقدر يقعد فوقه، لأنه دي صفة المجتمع بتاعي، الناس اللي قاعد يخاطبوا لي المجتمع بشكل مباشر غير الخطابات السياسية اللي قاعد تكون برا. يعني لو كانوا موسيقيين أو دراميين. طيب أنت بدأت في رسالة القائمين يعني على أمر الدولة، خلينا نقول تمام، عايزين رسالة لأمر القائمين على أمر الكلية للطلبة وكمان للخريجين، هي نصيحتك يا حمزة؟ بالنسبة لي نحن الخريجين والطلبة والأساتذة اللي قاعدين في جزء من الأساتذة قريب لنا جدا كويس، الخريجين قاعد يكونوا قريبين لكل المناشط بتاعتنا كطلبة، المكون بتاع الكلية ده من الباب لحد الإدارة بتاعت الكلية قاعد يكون واحد. الخلل الأكبر هو بس في الإدارات الثانية اللي قاعد تكون اللي عندها علاقة بإدارة الدولة ورؤيتها للفنون والإبداع لإدارة الجامعة ورؤيتها، لأنه دي كلية موسيقى ودراما، أنا عندي قدرة بتاعتنا آخر الكلية دي، هل هي الكلية دي فعلا أنا محتاج لأنه دي تبقى لي التعليم التجاري اللي قاعد أعمله ده ولا لا؟ التفكير بالشكل ده بيبقى بعالج مشاكل. لكن لما انا اكون اداره حته واي عائل للحته دي بس بانها ده بونص بالنسبه لي من الجامعات الثانيه، انه يا اخي عندي كليه موسيقى ودراما في حتاتي العامه في احتفالاتي العامه في الحياه الرسميه، انا هقول يا اخي والله دي حتجيب لي جوائز وحتعمل لي حاجات وحتعمل لي انجازات. في الشكل الخدمي انا لما اجي عام بشوف دي اخر اولوياتي، دي حاجه المفروض تتغير كويس. العجز بتاع الاساتذه والعجز بتاع النقص بتاع الاساتذه والفريق، انا في حاجتين يعني مثلا نقص الاساتذه والاحلال والابدال بتاع الوظائف. احنا عندنا اساتذه ربنا يرحمهم في الفتره اللي فاتت دي، دكتوره حواء منصوري، استاذ فادي، دكتوره ليلى بسطاوي اسم لا ربنا يطول في عمرها، دكتوره مريم، وكميه من الناس اللي توفوا في الفتره اللي فاتت، وفي ناس هاجروا ما قاعدين في السودان بسبب الظروف المعيشيه بسبب الضغوطات بتاعت المؤتمر الوطني اللي كانت قاعده تكون بشكل مباشر دي على المعهد والهجمه الشرسه اللي قاعده تكون على الفنون. هاجروا. في حاجه في القانون ده اسمها احلال وابدال، انت بتحل لي المشكله بتاعت الوظائف والمشكله بتاعت الهنايه دي بانك انت بتوظف لي ناس في حتتهم، وده قانون عمل يعني ما عنده علاقه بانه دي الحته دي وين المؤسسه دي وين، دي الناس هاير اوريدي. انا ما بطالب بس بانك انت تقوم تعمل لي وظيفه جديده في حتتهم، ده اسمه احلال وابدال في قانون العمل. الوظيفه الجديده اللي بتكلم عنها انا انه في تخصصات ما فيها اساس اصلا، يعني في طالب بيدرس من سنه اولى لحد سنه خامسه بيتخرج للمجتمع هو ما درس زول، ده بيقرا شنو اصلا؟ انا نموذج للطالب ده القاعد، يعني انا درست موسيقى، قاعد اعتمد على الخريجين، قاعد اعتمد على الناس اللي سبقوني في المجال، قاعد اعتمد على منه، لكن ما عندي استاذ معين من الدوله انه يدرسني، ده خلل كبير مش وخلل منهجي يعني، واسم وعنده ارتباط بخيانه امانه علميه، انت بتنزلني في امتحانات انت درستني نوع تنزل الامتحان عشان تطلع لي شهاده. يلا ده محتاج لانه فعلا اداره الجامعه تقوم تعايل للكليه دي بشكل مختلف، تقوم تعايل للكليه دي انها دي فعلا الحاجه. طيب يعني حمزه انت واحد من الطلبه ولو انت تخصصك بيانو وصوت بيانو وصوت بيانو، وقريت خمس سنين من غير انه يكون عندك استاذ
ثلاث سنين لحد هسه ما عندي ولا استاذ. في ناس درسوا خمس سنين. كيف ثلاث سنين انت بتقرا في جامعه؟ يعني مش في امتحانات وفي ده قاعد يحصل ولا في امتحانات وقاعد نخش امتحانات وقاعد ينجح ومعدلات قلت لك 3.36 ده يعني لكن ده عنده ارتباط بي انا والناس اللي قاعدين يساعدوني من الخريجين. ما في زول معين من ما في زول معين من اداره الجامعه، ما في زول معين من قانون العمل انه ده زول قاعد يدرس في صوت البيانو وبيعمل في الحاجه دي فصله برضو عندها ارتباط بالدبلوم. طيب يلا يعني حمزه انت ممكن تكون واحد من الشباب اللي هو تمرد على المشكلات حقته وتحدياته وروح الفنان كانت جواه عاليه جدا وطاغيه واتجه وفتش وبحث لحد ما قدر يعمل لنفسه ويلقى ناس تدعمه. في غيرك ما عنده امكانيه انه هو يتجه لخريجين او يتجه لاصحابه مثلا سبقوه في المجال او غيره. الناس دي قاعده تعمش، شنو الحال هناك؟ طيب في ناس كتار جدا قاعدين يخش يقدموا للكليه بيجي بيلقى روحه في السنه الاولى عرف انه دي ما الحته المفروض يقعد لها، هو فعلا فنان حقيقي بيطلع بيمشي ما بيقعد. ده بعد ما طبعا الاجراء اللي انت قلته اول هو بيمر بامتحانات والقبول والتشعيب والحاجات دي كلها بيجي بيقعد بيلقى انه يا اخي الجامعه دي ما قاعده تعمل له اقل الحقوق بتاعته. ما بنتكلم عن مطالب، احنا ما قلنا يعني ما تلقى الزول ده بيتكلم عن مطلب اكاديمي ومطلب خدمي، الجامعه ما وفت له به بيلقى روحه ما قادر يقعد في الحته وفي المكان ده. كويس. في طلبه فعلا ما قادرين يعملوا حاجه، احنا عندنا المكتب الاكاديمي اللي قلت لك ده المكتب الاكاديمي ده بيدوره قاعد يقوم بقدر اللي بيقدر عليه في تغطيه المشاكل اللي عندها علاقه بانه اساسا دي حاجه المفروض تحلها الدوله. وحنا قانون العمل يعني قانون العمل المفروض يعايل الحته دي بالشكل ده، والاداره بتاعت الجامعه المفروض تعايل الحته دي بالشكل ده، انه في عجز واضح بتاع اساسه، في خلل بتاع منهج واضح. هنا انا قاعد ادي زول هنا بالنسبه لي زي الشهاده المزوره يعني معناتها لما انا اجي في زول يقول لي انا زول درست روحي ودرسني خريج قبالي لكن ما في زول معين عشان يجي يدرسني انا، وفي نماذج كثيره جدا قاعده في الكليه بالشكل ده. كويس. في ناس ثانيه برضو من الاساتذه قريبهم على الكليه، في ناس من الخريجين قريبهم على الكليه، احنا قعدنا مع اداره الجامعه من الحاجات الكويسه اللي عملتها الوحده انها وافقت لنا على نادي الخريجين، انه احنا دايرين نادي الخريجين في كليتنا لانه دير الاساسيين في المساله الاكاديميه بالنسبه لنا. طب ده حجم الدعم بتاعهم كيف هم كخريجين كيف بيدعموا كليه الموسيقى والدراما وانتم كمان كطلبه، شنو حجم التشبيك اللي قاعد يحصل؟ ارتباطهم بين الخريجين بتاعين الكليه، انا بالنسبه لي خريجين الكليه هم كل شيء في كليه الموسيقى والدراما. مع احترامي لجزء من الاساتذه اللي قاعد في الكليه اللي عنده قدره اللي عنده الروح وعنده الحس والانتماء للمكان اللي قاعد فيه ده، لكن الخريجين قاعدين يقدروا قدر اللي بيقدروا يعملوه. انت بتيجي تلقاه هو قاعد برا شغال في معاهد وشغال في مراكز وشغال في حفلات وشغال في مع فنانين وشغال برا وهو ذاته فنان، لكن في النهايه اول ما يكون في نداء في الكليه بتيجي تلقى الناس استجابت. اول ما تحصل اي حاجه عندها علاقه بانه ده محتاجين لخريج بتيجي تلقى انه في استجابه. الخلل الاكبر بتاع قانون العمل برضه وعدم فهمهم للمجال بتاع الموسيقى والدراما والفنون بيقول لك الزول ده تجاوز سن التعيين، ده واحده من السبب اللي خلى انه يكون ما في اساتذه، وهو الزول اللي ضحى كل عمره في الحته دي، وانا ما ممكن الزم لي فنان بعمر محدد. كويس. انا بالنسبه لي في اساتذه برا كتار قاعدين بعيدين من المعهد في قسم الدراما، في سيد عبد الله سوصل، في يعني معروفين على المستوى العام واحنا عارفين انه نزل انهم قدره كبيره بتاعت انهم يقدموا الكليه، لكن لما تمشي تقول له يا اداره الجامعه عين لي زول ده بيقول لك زول ده فاسد ان التعيين، في حين انه زول ده السنين دي كلها قدام متعامل في الكليه دي ذاتها وقاعد يعمل في الحاجه لسه انا قاعد استفيد منها دي. فاهمه تماما. يعني هسه في متعامل قاعد يجي يدرسني انا لما نزول ده لحد ما يعينوه بقول لك زول ده فاسد ان التعيين، وهو في نفس الوقت فات هنا ما فات حته ثانيه. فاهمه تماما. فاهمه تماما. طيب يعني اكيد في مجموعه من الحلول لازم تتخطى، وحنذكر مره ثانيه مطالبكم اوريدي معروفه، لكن نذكر شنو الحلول اللي انتم وضعتوها، وانت بدورك طبعا كسكرتير للتجمع كتبت طبعا مجموعه من التوصيات وهيها تفضل قاعده، يعني تخيل ممكن تكون لوائح حتى تنسيقيه وترتيبيه الترتيب طارت شنو تنسيقيه وخاصه بالترتيب للمراحل الجايه. لما نتكلم عن انه تاسيس بتاع دار بيفهم يعني شنو فنان، بيفهم يعني شنو عطاء، بيفهم يعني شنو انه في روح معينه لازم تتشبع بامان وبمكان جدا قادر يفهم انت بتدي في شنو وبيئه بتساعدك على اساس انك انت تدي ده. شنو اللوائح اللي انتم كتبتوها؟ طيب اول الحاجات اللي احنا تكلمنا عنها انا البحث بتاعي بتاع التخرج كاتبه في المشكلات التي تواجه طلاب الدبلوم في الدبلوم الموسيقى، ده البحث بتاعي خليته الجانب بتاعي بتاع الموسيقى. انا كنت كاتب بحث بكتب فيه له 4 سنة عنده علاقه بالفنون وده بمجال برا شغال فيه. انا برا مغني وباحث في التراث السوداني. جوا في الكليه انا غيرت الحاجه دي لانه انا داير احول الكلام ده لانه انا اقدر اعالج مشكله في حتتي ذاتها في بيتي ذاتها. البحث بتاعي ده وعنوانه عنده ارتباط بشكل مباشر بحلول مشاكل الكليه. طلاب الدبلوم ديل دبلوم الموسيقى ده لو رجع لكليه الموسيقى والدراما في كليه اسمها تكنولوجيا. كليه التكنولوجيا دي حته قاعده تنزف في اموال الشعب السوداني وفي الاسره السودانيه. لانه دي كليه قاعده في حته وبتشيل من يعني من القروش اللي قاعد هو الدخل المنصرفات اللي قاعد تطلع الجامعه ومن القروش اللي قاعد تجي من الطالب
كرسوم بتاع الدراسه او كرسوم غيره قاعد تخدم بها في كليات ثانيه وفي حاجات ثانيه، وفي نفس الوقت هي اداره ممكن تكون في اداره القسم ذاته في الكليه ذاتها. يعني ممكن يكون كليه الموسيقى والدراما دبلوم الموسيقى والدراما، ما ممكن يكون دبلوم الموسيقى والدراما اللي قاعد يدرسوه اساتذه الموسيقى والالات في حته في كليه الموسيقى والمكان في كليه الموسيقى وكل المحتوى اللي عنده علاقه بانه طالب يطلع مؤهل هو في الحته دي، ونهيك عن انه طالب الدبلوم غير الطالب الثاني. ده بقيك جاهز وعارف انه هو ده يدرس موسيقى وفاهم الحاجه دي، يعني جايك متخصص من البدايه، ما زي زول جابوا القبول العام بالصدفه لقى انه دي حته كويسه ممكن تكون في قدر جدا. يعني الناس دي شغاله مبدا ان المعاناه ولد الابداع ولا شنو يعني؟ يعني في كليه التكنولوجيا دي كليه قاعده ممكن تخلي الناس، يعني مثلا بيقول لك يا اخي انا طالب الموسيقى بسيط، العدد بتاع طلاب الموسيقى والدراما بسيط ما قاعد يجيب لي دخل من الاساس، تخلي لي الحاجه دي قاعده في 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 هنا يعني في بكالوريوس الموسيقى ودبلوم الموسيقى، خلوه في حته واحده، خلي دارتهم واحده، المنصرفات اللي بتجي طالعه القروش اللي بتجي طالعه دي انا عندي قدره بتاعت اوظفها في خدمه الكليه، مش عندي قدره في حاجات يعني بسيطه شديد حسب انتمائك اكيد تديرها المكان، في حاجات بسيطه شديد عندي قدره بتاعت تديرها عبر الكلام ده كويس. واحده من الحاجات الثانيه انه يعني السبب هي في وجوده شنو ما حاجه عملوها الكيزان، في من الحلول اللي قدمناها انه في مركز ثقافه السلام. ليش انتوا خدتوا لي مركز ثقافه السلام؟ المركز ده الزول اللي كان مديره اسمه حجبة، المركز ده عمله الزبير بشير طه وعوض الجاز، يعني اكبر الكيزان كانوا قاعدين في الفتره دي. اول ما النظام سقط الزول شرد ما قاعد في السودان السي. المركز ده قاعد في الكليه، انا عندي قدره بتاعت استغل المركز ده بانه انا اقدر اعمل بهم اي دي مساحه للطلبه، ممكن اعمله داخليه، ممكن اعمله قاعات، ممكن اعمله حاجات كثيره جدا يعني يعالج لي مشاكل. كم صح عنده علاقه مثلا بمنتديات وتتشارك وتكون فيها ده نادي الخريجين اللي تلاقي بيلوا على الجامعه ده مثلا، في حاجات كثيره شديده انا ممكن اقدر اعمل عبره، بس انه ده ما يبقى مركز ثقافه السلام، يعني ده مركز قاعد في الجامعه يمكن يكون صور وقاعد عندكم هنا. المركز ده ما قاعد يعمل في حاجه، ما قاعد يخطف في حاجه، ده مركز بتاع تزوير شهادات ومركز بتاع معروف يعني من زمان بتاع الكيزان، المفروض دي حاجه تكون ما قاعد اسي. بالنسبه لنا دي حاجه مضره انه كليه الموسيقى والدراما ماخذ الطابع ده للاسف، ودي حاجه قاعده فيها يعني اكيد احنا صوت الغضب جواك ده واصل تماما يا حمزه ادم. دي كانت مساحه احنا نعرف فيها التحديات اللي بتواجهكم داخل كليه الموسيقى والدراما، واكيد عرفنا معك كمان الحلول كسكرتير عام لتجمع طلاب كليه الموسيقى والدراما. احنا بنتمنى ان شاء الله كل الاوضاع تتحسن، وانتم كفنانين كناس مبدعين تلقوا تماما وضعكم ومساحتكم اللي اكيد تقدروا تخدموا فيها المجتمع السوداني وتقدروا تماما تعبروا عن حبكم للوطن. شكرا جزيلا لك، واحنا سعدنا اكيد بكل الكلام اللي انت قلته، وربنا يقويكم يا رب ويعينكم. شكرا. تسلم، الله يخليك. شكرا للسوداني 24 اللي راح الفرصه. الله يديك العافيه. شكرا جزيلا حمزه ادم السكرتير العام لتجمع طلاب كليه الموسيقى والدراما، اكيد كان معنا في حديث حول تحديات كليه الموسيقى والدراما.